هل الجرافيتي أو الجداريات فن معترف به؟ محمد علي ابن بيرمنغهام أضاف بعدا جديدا إلى هذا الفن، فهو لا طالما عبر عن عزلته ورفضه للمجتمع وضوابطه عن طريق رش الجدران بالطلاء، واليوم عكف على تطوير فنه كتعبير عن هويته الدينية، حيث جعل كلمات القرآن أساسا لفن الجرافيتي الإسلامي هذه المرة، في محاولات محمد كسر الصورة النمطية ومد الجسور وإظهار الإسلام السمح. I'm a Muslim living in Britain. Yeah. Trying to follow my religion of Islam, not get totally, you know, immersed in the whole culture of music and designer clothing and just, you know, living life to the max. What I'm trying to do in recent days, follow my faith, make a living, make money, support my family. At the same time, I want to try and make a change in this Islamophobic society we're living in, the sad times we are in. لم يكن أهل محمد يريدون انحرافه إلى الفن والموسيقى الهيب هوب وغيرها، بل وككل المهاجرين أراده أهله طبيبا أو مهندسا، لكنه تخرج أخصائيا بتصميم الجرافيك، وتزامن ذلك مع اهتمامه أكثر فأكثر بهويته الدينية، وكانت النتيجة جرافيتي إسلامي على قطع قماش أصبحت لوحات تعكس الحب والعلم والسلام. No, my work is a political statement. Yeah, unlike, you know, some forms of graffiti, mine's, I would say, it's more about promoting messages of peace, unity, you know, a reflection on life, you know, seeking of knowledge, all these kind of positive virtues, which are really quite a universal thing. It's not specific to Muslims or to the Christian, you know, any religion or culture or race. It's universal to everybody. It's values that everybody should appreciate, mankind. طموحات محمد علي كبيرة، فبعد معارض ناجحة في بريطانيا يتطلع محمد علي إلى عرض لوحاته في الدول الإسلامية وخصوصا دبي، قبل أن يلتفت إلى الولايات المتحدة مكان ولادة فن الجرافيتي، حيث الصورة النمطية للإسلام تهدد بصراع حضارات يتمنى محمد علي أن تخدم لوحاته في الترويج للسلام العالمي تماما كالإسلام. متمرد وثائر، مساوم ومتسامح، يعيش بين عالمين، لكن وبغض النظر عن مدى نجاحه في إيصال رسالته يبقى فنه متميزا وجديدا، وذلك برأي الكثيرين. محمد شبارو، العربية، من بيرمنغهام في شمال إنجلترا.